مشتركي سبورانات. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نصلحي لكم سلسله اثنين من التمارينات على الكتله الحجميه بطبيعه موجهه لتلاميذ سنه ثامن الاساسي في ماده الفيزياء. نبدا بالتمرين الاولاني. لنفترض ان بحوزتنا كره قدم تزن 550 ملي جرام، والهواء الذي بداخل الكره كتلته الحجميه 1.3 جرام في اللتر، اذا رو الهواء. مع العلم ان الكره ليس بداخلها هواء تزن 400 ملي جرام، اذا ما هو حجم الكره منتفخا؟ شنو اعطاني لهنا؟ اعطاني وزن الكره، فارغة يساوي 400 ملي جرام، واعطاني وزن الكرة مملوءة بالهواء يساوي 550 ملي جرام، واعطاني رو هواء، اذا رو لهنا هواء يساوي 1.3 جرام في اللتر. السؤال متاعو لهنا اذا حجم الكرة منتفخا، يلوج على الحجم متاع الكرة اللي هو الفي، فهمنا به لهنا حسب المعطيات نتاعنا. اذا عندي الكتله الحجميه ويحب يلوج على الفي نتاع الكره. باهي، الرو هو شنو؟ هو ام على في. انا باش نلوج على لهنا الام نتاع الهواء، اذا ام هواء يساوي 550 الا 400 هكا ولا، اذا يساوي 150 ملي جرام هكا ولا. باش نبدلها بطبيعه لهنا من الملي جرام، باش نبدلها لهنا 150 ملي جرام، باش نبدلها للجرام اللي هي 0.15 جرام. هذه هو الكتله نتاع الهواء. اذا الفي لهنا يساوي ام على رو. الفي بالطبيعه هو الحجم نتاع الكره، خاطر عندي هذه الكره فيها الهواء هكا ولا. اذا هذا هو الام، الرو هو ام على حجم الحجم هذا، الحجم هذا هو حجم الكره. اذا في يساوي 0.15 على 1.3. اذا شنو باش تعطيني لهنا حسب التقريب؟ اذا باش تعطيني 0.114 لتر. عدا التمرين الموالي. الكتله الحجميه للحديد تساوي 7800 كيلوغرام في المتر المكعب. بحوزتنا قطعه حديد كتلتها 120 جرام. ابحث عن حجم قطعه الحديد، ابحث عن الكتله الحجميه للالومنيوم، مع العلم ان قطعه من هذا المعدن تزن 86 جرام وتشغل حجما يساوي 32 سنتيمتر مكعب. اذا باش نخرج من القاعده، رو يساوي ام على في، اذا لهنا في يساوي ام على رو، فهمنا؟ اذا انا عندي لهنا الفي اللي هي 120، الام عفوا اللي هي 120، اذا يعني في يساوي الام هي 120 على رو اللي هي 7800 كيلوغرام في المتر المكعب. اذا لهنا يلزمني نبدلها لهنا، هذه خاطر خديت ال 120 خديتها بالجرام، اذا هذه بطبيعه يلزمني نبدلها لهنا، انا ما نخليهاش 7800، باهي؟ اذا 7800 كيلوغرام في السنتيمتر في المتر مكعب هكا ولا. باش نبدلها اول حاجه للجرام، ومن بعد باش نبدلها لسنتيمتر مكعب. اذا باش نبدلها للجرام شنو باش نعمل؟ كيلوغرام للجرام نضرب في الالف، اذا 7800 ضرب 1000 جرام في المتر المكعب، ولهنا مش نبدل من المتر المكعب حتىش للسنتيمتر المكعب، اذا مش نقسم طبيعة على 10 قوى 6، اذا مش ديني 7800 ضرب 1000 قاسم 10 قوى 6، اذا لهنا شنو مش ديني؟ هذه قوة 6 كي باش تطلع مش تولي الا 6، وعندي 3 معناتها الا 3، اذا 7800 ضرب 10 قوى الا 3، اذا مش تعطيني 7.8، اذا يساوي 7.8 جرام في السنتيمتر مكعب، فهمنا؟ طيب باش نجي لهنا نحطها في الفي نتاعي، قاسم 7.8، اذا باش تعطيني لهنا في يساوي 120 قاسم 7.8، اذا باش تعطيني 15.38 46 سنتيمتر مكعب. اذا هذا هو الفي اللي لوج عليه، نجم ناخذ 15، اذا الفي يساوي 15 سنتيمتر مكعب حسب التقريب، فهمنا؟ عدا السؤال رقم 2. ابحث عن الكتله الحجميه للالومنيوم، مع العلم ان قطعه من هذا المعدن تزن 86 جرام وتشغل حجما يساوي 32 سنتيمتر مكعب. اذا بالطبيعه رو هي ام على بي. راو الحاجه المهمه في الدرس هذا القاعده هذه صحيح،
كيفاش نطلع منها الام وكيفاش نطلع منها الفي. والاهم من هذا الكل خاطر القاعده تنجموا تشدوها سهله، من الاهم من هذا الكل هو التطبيق نتاع القاعده واللي هو الوحدات. راو لهنا ديما تمرين تذوما ندرب فيكم على كيفاش نستعملوا الوحدات نتاعنا. اذا هنا هو عطيني الكتله هي 86 غرام والحجم هو 32 سنتيمتر مكعب. اذا نجم نعمل 86 قاسم اذا 32، فهمنا؟ اذا شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني 2.68 75 غرام في السنتيمتر المكعب، الخطر خديتها هذه بالغرام وخديت هذه بالسنتيمتر المكعب. اذا هذه هي النتيجه نتاعنا. نجم ناخذها معناها خاطر عندي 68 لهنا نجم نحط 7، اذا نجم نحط لهنا اذا رو يساوي 2.7 غرام في السنتيمتر المكعب. كان قال لي بدلها لي بالغرام بالكيلوغرام لهنا يحبها بالكيلوغرام متر مكعب، اذا من الغرام للكيلوغرام بالطبيعه نقسم على 1000، من السنتيمتر مكعب للمتر مكعب اذا نقسم على 10 قوة 6. تعدل التمرين الموالي، وعاء اسطواني الشكل كتلته 213 غرام، مساحة قاعدته تساوي 4 سنتيمتر مربع وارتفاعه 15 سنتيمتر. كم تساوي كتلة الاسطوانة عندما نملأها بالكحول إلى منتصف فيها؟ كرة قطرها 13.2 سنتيمتر وكتلتها 6.21 كيلوغرام، ابحث عن كتلتها الحجمية. لنا إذا شنو عطيني لنا؟ يحب يلوج على كتلة الاسطوانة اللي هي الام، إذا علمنا أن ملأنا منتصفها بالكحول. إذا نجاوب على التمرين متاعنا. إذا حجم الوعاء هو بي ار قوت 2 ضرب اش، هذا الارتفاع وهذا الشعاع، إذا يساوي بي. الار عطيها لي اللي هي 4 سنتيمتر لهنا الار قوت 2، إذا عطيني الار وعطيني الاش. إذا لهنا بي ار قوة 2 ضرب اش هو شنو عطيني؟ عطيني المساحة متاحة اللي هي 4 سنتيمتر قوة 2، هذه 4 سنتيمتر قوة 2، 4 سنتيمتر معناتها مربع اللي هي بي ار قوة 2، فهمنا؟ إذا يساوي لنا 4 ضارب الاش اللي هي 15، إذا لهنا باش تعطيني 60 سنتيمتر مكعب، هذه هي الفي. إذا تحصلت على الفي. هو السؤال متاعو كم تساوي كتلة الاسطوانة عندما نملأها بالكحول إلى منتصفها؟ إذا ماهوش باش يخدم بالفي، الكل باش يخدم بالمنتصف. إذا في أولي يساوي في على 2، إذا اللي هي 60 على 2 يساوي 30 سنتيمتر مكعب. باهي هو شنو عطيني؟ عطيني الوعاء استواني شكل كتلته 213 غرام، إذا عطيني الكتلة متاع الوعاء اللي هي 213 غرام. والمعطى نتاعنا انه رو الكتله الحجميه للكحول هي 0.8 غرام سنتيمتر مكعب. راهو ما تحفظوهمش هذوما، يكونوا معطى ديما في التمارينات. باهي كان عطاهم كان الاستاذ بطبيعه في القسم عطاكم بعض يعني لهنا المواد وياكم احفظوهم تحفظوهم. اذا لهنا هي 0.8 غرام في السنتيمتر المكعب. اذا من رو هذه شنو باش نطلع؟ باش نطلع الكتله اذا لهنا نتاع الكحول. اذا كتله الكحول ام يساوي بطبيعة من القاعده اللي هي رو يساوي ام على في، اذا ام يساوي رو ضرب في اللي هي لهنا في اولي بطبيعة، رو هي 0.8 ضرب 30 اذا يساوي لهنا 24 غرام. هذا هو الام نتاع ماس معناتها الكتله نتاع الكحول. اذا انا لهنا باش نلوج على الكتله نتاع الاسطوانه، اذا باش نسميها ام لهنا الاسطوانه يساوي لهنا ام كحول هكا ولا مع اذا ام وعاء. وعاء بطبيعه لهنا عطيني الماس نتاعو الكتله نتاعو اللي هو 213، اذا يساوي 24 مع 213، اذا هنا باش تعطيني 237 غرام، فهمنا؟ كان السؤال 2 يسال فيه على الكتله الحجميه للكره، قطرها 13.2 وكتلتها 6.21 كيلوغرام. اذا بالطبيعه رو هي ام على في، اذا انا لهنا باش نطلع الفي اللي هي حجم الكره هي 4 على 3 بي ار قوت 3، اذا يساوي لهنا 1204.3 سنتيمتر مكعب. لهنا عطيني دي هو، اذا الار هي دي على 2،
يكفي لهنا باش نطبق القاعدة. رو يساوي ام، عطيني الام 6.21 على 1204.3، إذا يساوي 5.1567 كيلوغرام في المتر المكعب. طبيعة راني حولت لهنا النتيجة ومن بعد حولتها، خاطر عطيني هذيا بالكيلوغرام وعطيني هذيا بالسنتيمتر المكعب، إذا لقيت النتيجة بالكيلوغرام سنتيمتر مكعب، ومن بعد تالي حولتها لل متر مكعب. اذا يكفي اني لهنا عندي سنتيمتر مكعب وعندي لهنا متر مكعب، من سنتيمتر مكعب للمتر مكعب يكفي اني نقسم على 10^6. بالطبيعة لهنا كي نبدل من 1 سنتيمتر مكعب يساوي 10، اذا قوة ناقص 6 متر مكعب. باهي، نحن عندنا الرو، الرو باش نلقى النتيجة بالكيلوغرام لهنا في السنتيمتر مكعب. بالطبيعة باش نحول للمتر مكعب، انا عندي سنتيمتر مكعب لهنا في المقام، كي باش نحوله للمتر مكعب صحيح لهنا باش نقسم، اذا كان حولت من سنتيمتر مكعب للمتر مكعب باش نقسم، ولكن الرو اذا كان نحول لهنا يلزمني نضرب في 10^6، لخاطر كي باش نقسم لهنا باش نقسم ال10^-6، وكي باش تطلع لفوق باش تولي 10^6. باهي.